سألت ماما ما الخبر؟ أين اختفى كل البشر؟ ترى سأبقى دون رفقة؟ ردت يا إنسان الشر، ردت يا إنسان الشر، ردت يا إنسان الشر. لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله. لما وجدت نصف قلبي سألت الغد ماذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم حبيباتي، وش حوالكم؟ لاباس؟ ماليكم؟ شتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. ونرحب بلي دخلوا جدد للقناة، ونتمنى يعجبهم المحتوى المتنوع اللي فيها، وسيختو سيختو البنات نشكركم على التعليقات الإيجابية اللي راكم تبعتوها لي، وراكم تشجعوا فيا، وهذه هي التعليقات تاعكم اللي راح تمدني بالطاقة وتبعتني للقدام، وأي نجاح راح يكون بفضل الله وبفضلكم. وشكرا شكرا شكرا مرة أخرى. سي بوغ سا حبيباتي، نحب نشارككم بالوصفات اللي بزاف بزاف هايله، وسورتو اللي تنحي عليك وقت كبير 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 في وقفة رمضان. هذه تاع تولي جوغ، مي بما ان رمضان على الابواب حبيت نحط لكم الوصفه هذه. بعجينه واحده يا البنات، ديري سكري سالي، ديري كيما نقولوها البريوش ولا كرواسون، ميني كرواسون ولا اي حاجه حبتها، شريك ولا اي حاجه تجي في بالك سكري. اون بلوس دو سا تقدري ديري دي ميني بيتزا، دي بيتزا، دي ساندويتش، ديري واش حبيتي بيها يا البنات، تجي واحد الخفه واحد الخفه. واش حنقول لكم؟ التجربه خير دليل. هذا واش نقول لكم؟ جربي دوك تشوفي النتيجه بعينك. بيان سور الحشو راهو اختياري، المهم الطريقه الصحيحه تتقيدي بها. اما الاشكال ديري الشكل اللي يخطر في بالك، العجينه في يدك وانت شكليها كيما حبيتي. المهم البنات مع بعضنا حنبداو الوصفه تاع نهار اليوم. اليوم واش نحتاجو في الوصفه تاعنا يا البنات؟ شتو هذوك الشيء اللي شفتوه كامل الله يبارك، شتوه قد ما مدلي درتها بزوج كيسان حليب. زوج كيسان حليب يا البنات دارت لي هذيك الكميه كامل. لهنا اللي ما عندوش الحليب، انا بما اني ما عنديش الحليب عندي لحظه، حطيت زوج كيسان ما دافي، وراح نحط لكل كاس مغرفه كبيره نتاع اللحظه. صافي زوج كيسان حليب، مغرفه كبيره نتاع خميره، خميره الخبز، ومغرفه سكر، ومغرفه خل اللي يلعب دور المحسن هنايا. صافي زوج كيسان حليب، مغرفة خميرة، مغرفة سكر، ومغرفة خل، وراح نحط بياض تاع بيضة والصفر نحتفظ به. لهنا نخلط المكونات نتاعي جيدا، وراح نجيب لهنا حوالي نصف كاس نتاع زيت، نصف كاس نتاع زيت بما يعادل 80 ملي ولا ابري هكاك. وما ننساش لهنا حطينا شوية نتاع الملح، حطينا الملح، حطينا نص كاس زيت، زوج كيسان نتاع حليب. ولهنا نبدا نشيح بالفرينه، نبدا نشيح بالفرينه البنات. لهنا شيحي بشويه، انا نحبها عجينه تتلاصق، السر تاعها انها تجي تتلاصق البنات، ما تجيش ناشفه خلاص، باش تجيك بالطراوه هذيك والخفه هذيك، ما تجيكش معجن لي سكري لي سالي تاعك ما يجيوش معجنين. هاكو قاعدين تشوفوا البنات، انا بما انني ديما ننصحكم وديما نقول لكم استخدموا سفينه، لهنا نغسل يدي ونعاود نرجع باش نقدر نتحكم في التكستور تاع العجينه تاعي. فوالا طريقه جد بسيطه، نعاود لكم الوصفه تاعها. زوج كيسان حليب، مغرفه خميره، مغرفه سكر، ملح بيض نتاع العظمه، وشويه نتاع ملح، ونص كاس تاع زيت، وشيحي بالفرينه. ودركا البنات انا لقيتها مازالت تتلاصق لي، دوك نوصلوا للقوام اللي انا حبته، زدت لها شويه فرينه، ودرك نعجنوها جوست ندخلوها شويه، وراح نزيد نضيفوا لها المكون اللي هو الزبده يا البنات. حنزيد نضيف لها حوالي ملعقه كبيره على باس بها نتاع زبده، باسكو ما حطيناش بزاف فيها الزيت،
حوالي ملعقة كبيرة نتاع زبدة. فوالا، شوفوا البنات العجينة هذه واش تجي خفيفة واش تجي خفيفة، يا يجربوها. واش حنقولكم جربوها وراح تلقاو النتيجة بعينيكم. لهنا بعد ما شيحت الوحدة تاعي لاباط تاعي أضفت ملعقة كبيرة أو ملعقة ونص تاع الزبدة، انتي وعلى حساب لي غراس اللي حابتهم، أنا حطيت ملعقة كبيرة كبيرة. فوالا، وعجنتها حتى تدخل لك الزبدة هذيك مليح مليح في لاباط تاعك، حبسي العجين تاعها. فوالا، واللي تحب دير هاد المراحل الكل بالبيترا ديريهم بالبيترا على راحك، ما غير من الفرينه اذا تحتاجش عجن جست تدخليها هي شويه بار. انا سورتو الفرينه نحب نقيسها بيدي، ما من دقيق يعود دقيق مليحه ويجيك مليح. لهنا حطينا العجينه تاعنا ابار، وراح نحضروا صلصه الطماطم. لهنا الطماطم تاع هي البنات منقشرها ما والو، شوفوا كيفاش راح نطيبها. راح نحط كل شيء نقصولي بتي مغسو ونحطهم. فوالا، لهنا استخدمت 4 حبات طماطم وقعدت لي، يعني الكمية هذيك اللي درتها راهي قعدت لي. فوالا، لهنا قسمت الطماطم تاعي بالطريقة هذه اللي راكم تشوفوا فيها، وزدت التون تاني هكاك شغل كونكاسيتو هكا برك، وما رابيت ما والو باسكو هذا الشيء كله راح يتميكسا من بعد. هذه يا حبيباتي، لهنا مسحت هذيك الوحدة تاعي برك باش نقص الدبشة تاعي. فوالا، قصها نحطها ابر، نلقى كل شيء تاعي واجد هكا نفس الطريقه في رمضان ان شاء الله كريم. لكن كيما نقولوها باش ما تخفيش بزاف الكوزينه وتسهلي لك الامور. المهم حبيباتي نكملوا على الوصفه باش ما نخرجش على الموضوع. حطيت شويه فلفل اسود، وحطيت شويه تاع كمون، وحطيت شويه تاع زيت. انا قاعده نهز بالمغرفه صغيره حوالي ملعقتين تاع زيت وحوالي نصف كاس تاع ماء، ملعقتين تاع زيت نص كاس تاع ماء، وحطيت شويه ملح. صافي، واش حطيت؟ قطعت الطماطم تاعي، حطيت الثوم، حطيت نص كاس ماء، 2 مغارف تاع زيت، شويه فلفل كحل، شويه كمون، وشويه ملح، وحطيتها طيب لي فوق النار. شوفوا البنات العجينه، الله يبارك الله يبارك، هاد العجينه هي عجينه سحريه صدقوني، تقدري ديريها حتى خبز الدار، خبز الدار وتجيك روعه روعه صدقوني يا البنات. هذه العجينه لو كان ديروها راح تعتمدوها حياتكم بكل. تصلح لك في بيتزا، تصلح لك في السوفلي، تصلح لك في كلش في كلش في كلش. ادعيوا لي بالخير برك يا البنات، دعوه الخير برك، دعوه الخير هذا ما كان. شوفوا البنات، هذه بيتزا جد جد سهله وبزاف بزاف براتيك، والولاد كل يحبوها سختو وليدات هكا كيعودوا صغار بزاف بزاف يحبوها. هي نورمالمون خليها تركح شويه باش كي تضغط بالكاس راح دير لي، مي بون عاونت بيدي تي ضغطي في الكاس باش ديري الثقب هذاك اللي في النص، وعاودي ديري بيدك. المهم تقدري تشكليها بيدك مش بشرط بالكاس، وش هي كي تعود راكحه العجينه مليح كي ديري بالكاس ديريكت حتطبع لك. فوالا، لهنا تحبي ديريها بيتزا كبيره، تحبي ديريها دي ميني بيتزا، لكن الاختيار في ذلك. وش هي هكا رمضان احنا كنت نحبوا فيه لي ميني بيتزا باسكو يجيونا بزاف خاتيك هكا كي تحطيها مع البول تاع الجاري ولا حجي بزاف بزاف هايله. شوفوا البنات، لهنا راني قاعده نخدم بالعجينه بالطماطم ما خليتهاش ما تبرد، وليداتي جاعوا والزوج الله الله قادم تسمى كل شيء سانك سانك. زرفت ليه اللي حطيتها والله ما خليت الطماطم تبرد. بنتي طيبيها الطماطم ديجا في رمضان، تحضيرات رمضانيه ديجا حنا نكونوا محضرين الطماطم تاعنا فقبل. لهنا واش درت؟ حطيت شويه فرماج غابي، لهنا استخدمت شي داغ البنات فرماج غابي، حطيت فوق صلصه الطماطم، حطيت شويه تاع الطون، وزيد نحط الفرماج غابي من الفوق. راح تجي واحد البنه، راح تجي واحد البنايه البنات تشوفي ماجيري. وبلا الخفه البنه والخفه صدقوني يا البنات، سورتو الا كليتيها سخونه والله ما تبرد من بعد، تبقى خفيفه وتبقى مليحه صدقوني يا البنات، تجربوها وما تندموش. فوالا، لهنا هاني بعد ما كملتها راح ندهن الحراف تاعها بشويه نتاع الصفار هذاك، ندهنه بالصفار ونحطها مباشره للطيب لي. وصفة ليه ليه توجد، وفي دقيقة توجديها السكري وصالي، ما كان زيدي ديري عليك عجينة واحدة أخرى الله الله وتتعي روحك. المهم اللي أنا هذا بالنسبة للنوع الأول تاع المملحة. تشوفوا البنات، أنا والله ما كنت حاطة في راسي وش راح ندير، أنا قاعدة نصور لكم وما على باليش الأنواع تاع المملحات اللي راح ندير. أي حاجة تجيني في راسي نديرها، صافي المطبخ راهو ملعبك، يلعبي فيه كيما حبيتي وشتيتي صدقيني صدقيني، وما تقيدي بحتى واحد وما تقيدي بحتى حاجه. هذا درتها بتيبا
واش هي البتي بان هذا؟ لازم كي تضغطي عليه مليح، لازم كي تقفليه مليح باش ما يخرجولكش. فوالا، واحد درتو هكاك، وواحد كيما نقولوا ديري كي بحبيتي، ديري كيما حبيتي، ليك الاختيار في ذلك. درك تشوفوا كيفاش درت الثاني نفس الشيء. وثاني انا كيما الزوج تاعي ما يحبش المعدنوس والدبشه وهذوك الحوايج بزاف، الديكور باك هيك يقدر ينحيها. لهنا هاني زدت حطيت فيه شويه نتاع الدبشه وزدت قفلت. تقدري تضيفي الزيتون، تقدري ديري بلافيون داشي، تقدري ديري بالطماطم والبصل فقط، تقدري ديري غير بالفرماج. شوفوا انا قلت لكم راهو ملعبك، راهي ملعبك. وتاني كاين طريقه اخرى كيما هذه درتها غير شغل غير بالطماطم برك والفرماج، باسكو ولادي ما يحبوا لا طون لا فرماج لا والو. درتها لهم كيما هكا. وانتيا تقدري تحطي فيها لا فيونداشي، تقدري تحطي فيها وش حبيتي، تقدري ديري غير فرماج وتقسمي وتحطيها عبا. لان هذوك شغل جاوني دي ميني كرواسون، جاو يهبلو يهبلو يا البنات. شي واحد الخفه، واحد الخفه، راني قلت لكم راهي في يدك، شكليتي ما حبيتي. مشي نعطيت لكم افكاري برك، هذا واش فكرت انا، هذا في الدقيقه هذيك، هذا واش جاني الالهام درت، والله الله خوتكم بخبخت، هذا واش دارت. والله يا البنات جاو روعه، هاهم كيفاه جاو، هذيك الطيبه تاعهم كيفاش طابوا طابوا روعه. وش هي لهنا ننصحكم تجيبوا شويه زيت زيتون، الله الله، وسخطوا الى عاد مرقد فيه الاعشاب كيما الزعتر والزعتره والاكليل والاخر، راح تعطي لها واحد البنه البيتزا تاعك، تعطي لها واحد البنه. المهم ادهنت الاطراف نتاعي، وباش تجي هذيك كشغل البرقه هذيك، شوفوا كيفاه جاي يبرقوا الحرف نتاعها وتجي واحد الخفه. شوفوا العجينه، شوفوا العجينه البنات كيفاش خفيفه، كان تشوفوا شوفوا العجينه كيفاش خفيفه. والله يا البنات على بالي ما كومش راحين تزيدوا تستغناو عليها بربي ان شاء الله. انا ما حملتش كليت سور بلاس، سور بلاس خوتكم، كملتها هذيك الحبه، ما كملتهاش حداكم بصح من وراكم كملتها. المهم جات واحد الخفه روعه روعه. هذه يا حبيباتي درك خلصنا الكوتي تاع سالي، وقلنا هنا قلت لكم تقدروا تشكلوا كيما حبيتوا، ماشي بشرط تقيدوا بيا، تقدروا ديروا زوج خبزات بيتزا كبار وخلاص، وتنحي عليك التعب الكل. وشيا الولاد يحبوا التغيير، يحبوا ياكلوا بعينيهم، كيما نقولوها كيما يشوفوا الحاجه وتعجبهم ياكلوها. انا درك لو كان درت لهم بيتزا عاديه وعطيت لهم كل واحد طرف ما ياكلوهاش، بصح كي درت هذه ميني بيتزا كلوها البنات. هذه هي درك لازمكم تنوعوا وليداتكم باش تحببوهم في الماكله. لهنا راح ندير زوج انواع نتاع كيما نقولوها لي سكري. درت دي ميني كرواسون ودرت دي ميني بريوش. الكرواسون درتها عادي، حي حليتها مدوره وقصيتها وحشيتها عادي، كرواسون عادي لهنا وشيه، بما ان العجينه تاعي طريه ومانيش حابه نحط فيها الفارين، مانيش حابه نفتحها بالفرينه وشيه. ما تخافوش راهي ما تلصقلكمش في البلان دو طرافاي، افتحيها كيما حبيتي انتيا، اي في يدك ما تلصقلكش، ما تخافيش. انا واش استخدمت فيها، ما عنديش الشوكولا نورمال هذيك حبيبات، هي لو كانت تلقاي عندك حطي الشوكولا هذيك نورمال عادي. انا درت لهنا هذه ماكسون بزاف مليحه، نستخدمها في البريوش نستخدمها في الكرواسون، تجيني بزاف مليحه، نستخدمها في كلش حتى في الكلاصاج البسكوته ولا اي حاجه نستخدمها انايا، ما استغناش عليها ماكسون. هي صح عوضت لنا عن النوتيلا، بما ان النوتيلا لو بري تاعها غالي، هي كي تعود عندك النوتيلا خير وخير، كي تعود ما كاش ديبانيو بالماكسون، حتى الماكسون ماهيش رخيصه، هاي ولات 50 ميل. المهم حبيباتي اللي انا حطيت حوالي ملعقه صغيره ملعقه صغيره في كل وحده تاع كرواسون. وشوفوا لهنا الحاجه المليحه يا البنات، انكي ما درتي لا زبده التوريق لا عجينه الزبده لا والو. شوفوا زي ماش كرواسون كشتوم كيفاه جاو. والله يا البنات ماشي كيما نقولوها نهضر هكاك برك، اكو جربوا الوصفه هذه وبربي ان شاء الله تنجحوا فيها. المهم فوتوا على الخطوات هذو اللي نعت لكم، وشوفوا لي ميني بريوش كيفاش درتهم. حطيت هكاك شغل درتهم اوفال، وحطيت شويه حوالي مغرفه تاع شوكولا في الوسط، راني استعاودت لكم. شوفوا افتحيها اوفال
ماشي مدوره، وشوفوا وحطيت الشوكولا في الوسط وهزيتها كيما البورتفاي. فوالا هاك هاك قفليها بيان، وهذيك القفله اللي قفلتها هي اللي تحطيها من تحت. هذه يا حبيبتي لو كما تقفليهاش مليح راح تفتح لك من بعد، باسكو الشوكولا ديما حاجه اللي كي تعود داخل العجينه تحب تلقى خرجه ملي تخرج، سورتو كي تبدا تطلع العجينه. بل انت ايسيي كيفاش تقفلي تري بيان وحطيها القفله اللي قفلتيها من تحت. فوالا البنات هذا وشكلت، جاو بزاف هايلين. هذيك المدوره ثاني حبيت نشكلها باش نعطيكم برك فكره، الا حبيتوا تزيدوا ديروهم هكاك دي غوزاس هكاك ديروهم على راحكم. فوالا هذه يا حبيباتي الوصفة تاعتها اليوم، وكما راكم تشوفوا لهنا راني تكملت دهنتها بالصفار نتاع البيضة، وزدت حطيت من الفوق شويه نتاع الجلجلانيه باسكو وليدات هي يفكروا الحوايج هذول وجه الجلجلانيه، نحب نكثر انا الجلجلانيه. كما راكم تشوفوا حبيباتي نتمنى تكون عجبتكم الوصفه نتاعنا اليوم، وبعجينه وحده درنا كميه لا باس بها، كميه عائليه يا البنات، و بلوس دي سا زوج كيسان حليب وما با كيلو فارينه. شوفوا الله يبارك الكميه اللي خرجنا، وشوفوا هذوك كيفاش جاوا خفافه، قاعدين تشوفوا جاوا خفاف روعه 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 روعه. حتى العجينه هذه البنات نزيد نقول لكم تقدروا ديروا بها لي كورنيه، تقدروا ديروا بها لي كورنيه راح تجيكم واحد لي كورني، واحد لي كورني روعه روعه روعه. هذه هي انا لي كورني بعاد ما قدرتش نجبدهم، كان درت لكم شويه من لي كورني. فوالا البنات هذه هي الوصفه تاعنا نتاعها اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. بالنسبه للسالي هذا واش درت، اما سكري درت كيما قلت لكم دي ميني كرواسون وميني بريوش جا حطه. كتشوفوا فيه كيفاش طاب احمر الله يبارك، طاب حمر يهبلوا كيما يقولوها، شاهدكم في الجنه حبيباتي، يستاهلوا فمكم وفم وليداتكم. ونتمنى تجربوا الوصفه هذه في شهر رمضان، شهر الفاضل لوليداتكم، تفرحوا بها وليداتكم وتعمروا بها طويلتكم. كما نقولوها هاهي ما تحتاجش مكونات كبيره وبزاف وجهد عالي، ولا ليه توجدي زوج انواع كما نقولوها من العجائن. وملاقات الخير ان شاء الله في فيديو واحد اخر، وشكرا للمتابعه، وما تنساوش تخليوا لي بيتي كومونتير وجيم، وهذا باش تشجعوا اختكم وتبعتوني باش نزيد ندير لكم وصفات اكثر واكثر، سورتو سورتو لرمضان ان شاء الله، واللي راح يسهلوا عليكم الوقفه فيه. مع السلامه حبيباتي.